ده منظر الكريم. تمام، بصوا الى جوه الكميه اللي انا عملتها كفت قد ايه. تمام، بصوا ده شكله كده من جوه. تمام، بصوا بقى الملمس بتاعه. ده فيديو مش عادي خالص. فيديو النهارده ان شاء الله انا هوريكم ازاي احنا نقدر نصنع كريم. تمام، مخصص لمنطقه تحت العين، يعالج لنا كل المشاكل اللي بتواجهنا. تمام، يعالج لنا الهالات السوداء، يعالج لنا لو في خطوط تعبيريه بدات تظهر، يعالج لنا لو في انتفاخات تمام موجوده، يعالج لنا لو المكان ده على طول بهتان وعايزين يبقى فيه نضاره. تمام، وهيوفر لنا كتير جدا، لان انتي بالمكونات اللي انا هقول لكم عليها تقدروا تعملوا الكريم ده بدل المره واحده اتنين وتلاته، فبالتالي هيبقى اوفر لنا من ان احنا نروح نشتري طبعا كريم يكون محترم واثقين ان هو هيعمل مفعول. وغير كده ان الكريم اللي احنا هنعمله انتي بنفسك اللي عاملاه، فانتي عارفه المكونات بتاعته، غير ان انتي عارفه المكونات بتاعته، ان المكونات بتاعته والله العظيم بجد مكونات تحفه جدا جدا جدا، كلها بتكمل بعض، كلها مفيش زيها. تمام، وانا ما شفتش حد عمل الكريم ده قبل كده بنفس المكونات اللي انا هتكلم عنها. فكملوا معايا الفيديو لحد الاخر، ولو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وتشجعوني كتير كتير. يلا بينا ندخل في موضوع الفيديو. احنا النهارده زي ما قلت لكم هنصنع مع بعض كريم. تمام، للعناية بمنطقة تحت العين، هيغنيكي عن اي كريمات ممكن تجيبيها من بره، وبيعالج كل المشاكل اللي ممكن تواجه اي واحدة فينا في المنطقة دي. بيعالج الهالات السوداء تمام ايا كان سببها، ما عدا لو هي سبب وراثي. تمام، بس هي لو هي سبب وراثي هو مش يعني مش هيعالجها لك 100%، بس على الاقل هيحسن من مظهرها، يعني مثلا هتقل بنسبة 50%. تمام، وده اللي احنا عايزينه لو هو سبب وراثي. تاني حاجة هيعالج الخطوط التعبيرية اللي بتبقى اللي بتظهر عند منطقة تحت العين جدا جدا جدا. تالت حاجة لو برضو لو في انتفاخات في المنطقة دي هيعالجها. فهو تقريبا هي دي يعني التلات مشاكل بالنسبة لمنطقة تحت العين اللي بتواجه اي واحدة فينا. فلكم ان تتخيلوا بقى ان كريم احنا هنصنعه بايدينا هيعمل كل ده. خلينا بقى نخش على ايه هي مكونات او ايه هي الحاجات اللي احنا هنحتاجها عشان خاطر نصنع الكريم. تمام، اول حاجة هنحتاجها معانا، وهي يعني هي دي اللي يعتبر الاساس. تمام، وهو زبدة شيا. تمام، انا معايا زبدة الشيا دي من اصالة، هاتي اي زبدة شيا، بس طبعا يعني ياريت نخلي بالنا ان احنا نجيب زبدة شيا تكون مصدرها موثوق منه. الزبدة الشيا بتاعت أصالة مش وحشة، تمام كويسة. في زبدة شيا بتاعت أفريكانا، تمام، وفي زبدة شيا بتاعت أورجانيكا، وفي زبدة شيا بتاعت اسمه ايه نفرتاري. تمام، امتنان مش عارفة بيعملوا زبدة شيا ولا لأ، فدي الاماكن اللي انا اقول لكم تجيبوا منها زبدة الشيا وانتم مطمنين ان هي اصلي، لان بيبقى في منها على فكرة مش اصلي وبتتباع عند العطارين، عطارين عاديين، وانا جربت وجبت حاجة يعني زبدة الشيا ما كانتش اصلي. تمام، فاول مكون معانا وهو من المكونات الاساسية هي زبدة الشيا. تمام، دي انا كنت جايباها من اصالة، كانت تقريبا عاملة 130 جنيه تقريبا حاجة زي كده. تمام، هي للاسف اغلى حاجه معانا في المكونات وهي زبده الشيا، زي ما قلت لكم هي الاساس. تمام، تاني مكون معانا يعني انا المكونات اللي انا هقول لكم عليها يعني الترتيب بتاعهم بالاهميه. تمام، تاني مكون معانا وهو زيت القهوه. تمام، معرفش انتوا اغلبكم سمع عن زيت القهوه ولا لا. تمام، ده زيت القهوة من أورجانيكا. تمام، ده يعني بعد زبدة الشيا على طول. الحاجة اللي معانا بعد كده وهو زيت البرتقان برضو من أورجانيكا. تمام، برضو ده يعني تالت صنف في الأهمية. اللي معانا بعد كده وهو زيت اللوز الحلو. تمام،
ده من امتنان. ماشي. الحاجة اللي معانا بعد كده وهو زيت الجوجوبا برضو من امتنان. والحاجة اللي معانا بعد كده هي زيت جوز الهند، تمام، برضو من امتنان. اخر حاجة معانا في المكونات وهو أمبول الكولاجين ده، تمام، من أويلكس أويل، تمام، ده كولاجين بنترات الذهب، تمام. لو انتوا فاكرين الفيديو بتاع المشتريات بتاعتي اللي انا عملته قبل كده، انا كنت وريته لكم، وده كده اول استخدام لي لأمبول الكولاجين بنترات الذهب، تمام. دي كده المكونات اللي معانا. على ما اعتقد المكونات باينه جدا، تمام. القهوه حلو، زيت القهوه حلو جدا 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 في ان هو فيه عامل اكسده، تمام، عشان خاطر يحافظ على المنطقه دي، وبيفتح، تمام، وبيدي نضاره وحيويه جدا جدا جدا، مش لمنطقه تحت العين عامه بس، فعلا القهوه عامه يعني للبشره وللشعر بجد انا بعتبرها ان هي بتحيي كل حاجه، تمام. زيت البرتقال طبعا فيتامين سي، يعني قمه برضو التفتيح، تمام. دول اهم حاجتين، تمام. زيت اللوز الحلو طبعا كلنا عارفين اهميه زيت اللوز الحلو في التفتيح عامه بقى، سواء بالنسبه للهالات، سواء بالنسبه للوش للجسم، هو تحفه جدا في التفتيح وكمان ترطيب. زيت جوز الهند طبعا قمه الترطيب. زيت الجوجوبا طبعا بيشتغل على الترطيب، وان هو بيكافح علامات الشيخوخة والخطوط التعبيرية، تمام. والكولاجين طبعا احنا عارفين اهمية الكولاجين، تمام. طبعا زبدة الشيا اللي هي الاساس دي برضو ترطيب. فالمكونات كلها تحفة جدا جدا جدا، وهتوصلنا كل اللي احنا عايزينه. احنا كده عرفنا المكونات. برضو من ضمن المكونات طبعا انت الحاجات دي كلها هتخلطيها مع بعض، فهتعوزي اي بقى اي عبوة عندك تكون فاضية، تمام. ويفضل يفضل ان هي تكون ازاز، تمام. انا عندي العبوة دي من براند بي نيوترا، دي اللي هو الاي كونتور، تمام. كان فيها اي كونتور لمنطقة تحت العين، فالمهم ان هو خلص، فانا غسلت العبوة كويس جدا وعقمتها وتمام، وهي جاهزة ان هي يتحط فيها اي حاجة، تمام. معانا برضو طبعا معانا معلقة عشان خاطر نقلب بيها، تمام. معانا برضو معانا سرنجات، انا معايا سرنجتين، سرنجة عشان اسحب بيها الزيوت، وسرنجة تانية عشان اسحب بيها الكولاجين، تمام. بس كده دي كده المكونات كلها. تعالوا بقى نقول الطريقة ازاي. اول حاجة هنعملها وهي ان احنا هناخد حوالي معلقتين، تمام، من زبدة الشيا بحجم المعلقة الصغيرة دي، هتاخدي معلقتين او بالكتير قوي 3 معالق، تمام. وهنحطها في اي بولة، تمام، وهنعمل لها حمام بخار. فتعالوا بقى نشوف انا هعمل لها ازاي حمام بخار. بصوا بقى يا بنات، ده كده المنظر، تمام. انتي بتعملي ازاي، بتسيحي ازاي زبدة الشيا؟ بتجيبي حلة وتمليها مية، تمام، وبتحطي اي، بتحطي زي ما انتوا شايفين زبدة الشيا في اي ما في اي حاجة فوق المية، تمام، بحيث ان انا عايزة اعمل لها، عايزة اسيحها على البخار اللي طالع من المية بس، وبتفضلي تقلبي، تمام، لحد ما زبدة الشيا تسيح منك خالص. انا كده طبعا في البداية، يعني هكملها وحواليكو الشكل النهائي ليها بيبقى عامل ازاي. ورجعت لكم تاني. بصوا بنات، ده كده منظر زبدة الشيا بعد ما سيحناها على طريقة الحمام البخار، تمام. كده هي سايلة. هنبتدي بقى ناخد من الزيوت اللي معانا، تمام، ونحط فيها بسرعة قبل ما تجمد. خلي بالكو ان هي ان احنا يعني نحط المكونات بتاعتنا بسرعة قبل ما تجمد، تمام. مبدئيا كده احنا هنبتدي نحط من الزيوت اللي معانا 1 سم بس، تمام، من كل نوع زيت، او 0.5 سم، خليها 0.5 سم لان احنا هنحط كمية زيوت كتير، فمش عايزين كمية الزيوت تبقى اكتر من زبدة الشيا فالكريم يطلع معانا سايب
مش ماسك نفسه كده، فاحنا هنبتدي بنص سنتي من كل نوع زيت، تمام، ونحط ونقلب، تمام. فيلا بينا نعمل الخطوة دي. يلا بينا. انا هاخد دلوقتي نص سنتي من كل نوع زيت، تمام. انا كده ابتديت بزيت القهوة، تمام. بعد كده هناخد زيت البرتقال، برضو هناخد نص سنتي، لو لقينا ان يعني في النهاية خالص الكريم جامد جدا، زبدة الشيا هي اللي طاغية، تمام، ممكن بعد كده بقى ايه نبقى نزود من زيت القهوة او البرتقال، بس عامة خلينا حاليا نزود من زيت القهوة، تمام. انا دلوقتي هاخد من زيت اللوز الحلو، تمام، هاخد تاني من زيت اللوز الحلو عشان ما ادانيش الكمية اللي انا عايزاها. تمام. بعد كده هناخد من ونقلب، يعني احنا نحاول ان احنا ايه نحط كده الزيوت، تمام، ونقلب، ماشي. بعد كده هناخد من زيت الجوجوبا، هناخده برضو نص سنتي، تمام. عايزة اقول لكم ان اكتر زيت ريحته طاغية، تمام، بس مش مشكلة، هو زيت القهوة، احيي على ريحة زيت القهوة، تمام. الزيت اللي بعد كده اللي احنا هنحط منه وهو زيت جوز الهند، تمام، من عشاق زيت جوز الهند انا على فكرة يا جماعة، كنتش بحبه الاول بس لما عرفت فوائده وجربتها بصراحة شخصيا بالنسبة لكل حاجة عجبتني جدا. كده احنا خدنا سنتي من كل الزيوت، تمام، هنقلب عشان ايه نخلي كل حاجة تندمج، تمام. اخر بقى مكون معانا وهو الكولاجين، تمام، ده طبعا بقى ايه هنسحبه بسرنجة بالسن بتاعها عشان خاطر مش هينفع ان احنا نسحبه بسرنجة كده من غير سن، لان هو بصوا بيبقى فيها كاوتش كده، فانا هسحب حوالي سنتي، تمام، هكتر من الكولاجين اكتر. عايزة اقول لكم على حاجة، الكولاجين هتلاقوه سحبه تقيل جدا، فمعلش يعني نستحمل شوية. كده احنا هنضيف الكولاجين، تمام، عايزه اقول لكم الكولاجين تقيل قوي 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 وانت بتسحبيه، وتقيل وانت بتحطيه، عامل بالظبط زي حقن الفيتامين الزيت، تمام، اللي بتيجي تسحبيها. وطبعا كل الناس اللي الصيادله عارفين الكلام اللي انا بقوله ده وكميه المعاناه، تمام. بنقعد ان احنا نقلب كده، نقلب كل الزيوت مع بعض عشان نخلي الزيوت كلها تندمج مع بعض، تمام. وبعد كده هنقوم حاطين المكونات بتاعتنا في العبوة اللي احنا محددين ان احنا هنعمله فيها الكريم، ونسيبها في الهواء وهي يعني تنشف، تمام، وتجمد كده وتمسك نفسها. فانا هروح احط المكونات عشان لو حطيتها قدامكم في الكاميرا هبهدل الدنيا، تمام، وهرجع لكم تاني. وبس كده، بكده يبقى الكريم خلص، تمام. ده كده منظر الكريم، تمام. بصوا العبوة، الكمية اللي انا عملتها كفت قد ايه، تمام. بصوا ده شكله كده من جوه، تمام. بصوا بقى الملمس بتاعه، انت اول ما بتاخدوه كده، تمام، بتبقى طبعا زبدة الشيا كده، مجرد ما يتحط بصوا وفردناه خلاص بقى، بصوا بيتحول لزيت. انا مش عارفة باين لكم في الكاميرا ولا لأ، بس
واحيانا الريحه بقى، الريحه تحفه، ريحه المكونات بتاعته مع بعض ريحه جباره يعني بجد. انتوا اعملوا الكريم ده تمام وادعوا لي بعدها. فبس كده الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اي حد يجربه يكتب لي رايه في الكومنتات تمام، واستنوني فيديو جديد تاني.